لو طويل شوية يعني تسمعوني فيه. اتفضلي اتفضلي. وأنا بسأل بخصوص كفالة الأطفال دلوقتي. احنا انت لما تستلم الطفل بتبقي لازم تغيري، يعني بيجيلك باسم كامل، انت بتحط تختاري تحطي لقب واحد، يا اما لقب الأب يا اما لقب الجد. بتستلميه معايا؟ بمعنى ايه؟ انت من الملجأ يعني. بتاخدي طفل من الملجأ تربيه عندك في البيت اللي هو الاحتضان ده، ايوه مظبوط؟ ها. فانت هو بيجيلك مسمى جاهز، يعني اسم جاهز من الحكومة. انت من حقك انك تحطي لقب، يا اما لقب الاب يا اما لقب الجد، وبقية الاسم بيبقى الاسم اللي هو مكتوب في الشهادة مش تبعك خالص قانونا يعني قصدك، قانونا. انك تحطي اسم عيلتك على اسمه. يا اسم الاب بس، يا اسم لقب الجد بس، وبقية الاسم بيبقى اسم الطفل اللي هو في الشهادة. ماشي. دلوقتي احنا الحمد لله الحمد لله حظنا حلو ان اسم الطفل جه اسم ابوه نفس اسم جوزي، فهناخد بقى اللقب، هنحط اللقب ده كده تمام، هيبقى اسمه بالظبط زي هيبقى اسم جوزي. الاسم مظبوط، مش هيختلف فيه الا الاسم الرباعي بتاع الجد. فايه؟ تمام كده. دلوقتي بقى هما بيقولوا لنا ان لازم الطفل يعرف ان هو مش ابنكم. طبعا. فدلوقتي هي جت معانا حظ كده ان الاسم كامل، حتى الطفل لما هيكبر مش هياخد باله من الاسم، يعني غير باسم الجد بس. فهل فايه؟ ينفع ان انا ما ما تقوليلوش. اعرفهاش؟ هو بنت ولا ولو ولد؟ بنت، طب انت مش عايزه تعرفيها ليه؟ لان هي عندي وهي عندها 5 ايام، دلوقتي هي عندها 3 سنين. طيب انت مخلفه؟ ومش هخلف. بس لازم تعرف، واعرفي ليه لازم طب تعرف من فضيلة الشيخ. انا عايزه اعرف ليه لازم، ولو يعني مثلا ماشي انا الاهل مثلا عارفين، بس لازم ليه هي تعرف؟ ما يعني انا شايفه ان مثلا اصلا هتعرف، المجتمع اللي هتعرف احنا فيه هتجيلك في يوم هتعرف. من الايام وحد هيقول لها، في يوم من الايام هتحصل وحد هيقول لها، هتبقى الصدمة بشعة. طب ولو عرفتها اعرفها من سن كام واوصلها لها ازاي؟ طيب حاضر، هنسأل فضيلة الشيخ وإيه الهدف من إنها تعرف. تفضل فضيلة الشيخ. القرآن الكريم حرم التبني تحريما قولا واحدا، فقال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لما تبنى زيد بن حارثة، والقصة المشهورة. فلما نزلت هذه الآيات أو جاءت هذه القصة، جاءت لتحريم مسألة التبني. بمعنى إيه تحريم التبني؟ تحريم التبني إن القرآن يقول ادعوهم لآبائهم، أيوة، هو أقسط عند الله. إنما ما حرمش تربيتهم، لا 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 لا، أنا وما بتكلم، حرمش لا لا احتضانهم. ما بتكلمش في الجانب ده خالص. أنا مش أنا بتكلم في عشان نفرق، لا مش بتكلم، الناس أنا بتكلم، بتتخيل كده. إحنا سؤال السائلة بتتكلم في مسألة سياسية، آسف، مسألة الاسم نفسه، مسألة قانونية، آسف، مسألة قانونية. فاحنا بقى بحللها المسألة مش قانونا، بحللها بقى شرعا. شرعا. انه حرم التبني بمعنى ايه؟ بمعنى أيوة. انه ما ينفعش يبقى زيد ده أيوة. ابن ابن محمد محمد، بس، ما لكن ينفعش. الناس كلها قالت زيد ابن محمد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: زيد مني يرثوني وأرثه كمان. فلما نزل القرآن وحرم ذلك، فخلاص فهم العالم أجمع أن زيد هذا لا ينبغي له أن يرث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن رسول الله يجوز تزوج. أن يتزوج زوجته لأنه ليس من صلبه، لما أمر الله أن يتزوج زينب. فهنا القصة بقى إن هنا التحريم ليه؟ التحريم لسببين. السبب الأولاني عشان الحقوق البشرية، لأن ديك هتورث فهتاخد النصف إذا مات الأب، فهذا النصف ليس من حقها لأنها ليست ابنة صلبية. النقطة الثانية لأنه سيختلي بها عندما تبلغ، وهذا لا يجوز في الشرع، ما ينفعش نختلف، لان ما عندناش اعتبارات. يعني انا ما بقولش، ما ينفعش اقول انا هعتبر ان انت اختي وماشي معاك اعتبارا، ايوه انت اختي كل حاجه، لكن بالاعتبارات في الشرع لا، في في ضوابط، نقاط يعني معينه احنا ما ينفعش اخوات بس نعديها. بضوابط بضوابط، مثلا. احنا اخوات بس بضوابط. يعني انا اختي شقيقتي، اسلم عليها، اخدها في حضني، اقبلها، كل ده ماشي، انما لكن الاخت اختي غير شقيقه الاعتباريه ما اعتباريه لا لا لا، ينفعش. كل ده ما ينفعش الكلام ده كله. يبقى اذا دي ضوابط شرعيه عملها الشرع عشان يحافظ على المجتمع وعلى نقاء المجتمع وطهارته، يعني عشان ما نخشش في مشاكل من نوعية أخرى. يبقى إذن هنا دي الأمر الشرعي. في الحالة اللي زي دي إحنا بنحط لقب الأم وليس لقب الأب، خلاص كده، مش لقب الزوج، لقب الزوجة، يعني عشان خاطر هي حطت لقب لا، الزوج. هو طلع اسم البنت
متوافق مع اسم الزوج. مع اسم الزوج فحطوا اللقب. لا لا اللقب بتاع ما خلاص هي بقى لها عندها طيب. بقى لها ثلاث سنين فخلاص هم حطوا لقب الزوج. مش هيعرفوا يغيروها. لا. طيب يبقى لابد. فالبنت كده اسمها ماشي مع الاب. حلو. يتقال بقى ايه في الترتيب وفي الطبيعه في الحاله الحاليه؟ بيتقال للبنت بتعرف من الصغر ما نستناش لما تكبر. من الصغر ان والدك ووالدتك توفوا ماتوا. وهم بالفعل ماتوا دينيا وماتوا مشاعريا وماتوا كل حاجة. فأنا لم نكذب في ذلك، ماتت قلوبهم. فنقول إن بابا وماما ماتوا خلاص. وإحنا يعني لما كنت هل يجوز يتقال إنها من العيلة أو إنها من لا مش هينفع نقول كده. هنقول إن إحنا يعني اخترناكي وخدناكي وحبناكي والكلام ده كده، وإنت خلاص بقيتي قطعة مننا. فأنا ماما ماما، ده بابا بابا، بس مش الأصلي، لكن الاصلي توفاه الله او مات. نقول كده بس لازم تعرف. لازم. شوفي ولازم حاجة. المجتمع من حواليهم يعرف. بص هقول لك على حاجه صغيره. الاولاد اللي زي دول ما بتستقيمش حالهم ابدا. لا بتستقيم والله. طيب حاضر، خلينا بتستقيم حال بالتربيه وبالتعليم وبالمال وبالنفقات وبالحاجات دي كلها. يبقى هناك متربين لما بيتربوا في بيت كويس والله بيطلعوا كويس. ايوه كويس، بس يبقى هناك سؤال واحد يحير البنت يجعلها في متاهة لا يمكنها أن تخرج منه. ما هي بقى عايزاها ما تبقاش في المتاهة دي، فمش مهم تعرف. لا لا ما هو لا يجوز شرعا، ما احنا اختلفنا كده بقى. احنا كده لا يجوز شرعا، فاحنا هتفضل متاهة دي، هتتعرف القصة دي، هيتقال قدامها، هتشوف في أفلام، هتشوف في الملاجئ، هتعرف الكلام ده، فهتعرف ان هي واحدة زي دول، فيحصل لها العقدة الطبيعية اللي بتيجي لأي حد في ذلك. يوما ما يحدث ذلك، ما حصلش النهاردة يحصل بكرة، يحصل بعده، يحصل السنة يعني لو اتربت في بيئة سوية ان شاء الله ما يحصلش. احنا في بيئة ما بنقولش ما بنعملش حتى تشابه اسم باباكي مع اسمنا، فخلاص الموضوع عادي. وانت بنتنا ولا نريد ان نملك شيئا غير هذا. ونحافظ على هذا الاساس، لكن لابد ان يكون هناك ذا محرم فيما بينها وبين الزوج حين كبرت. طيب انا بس عايزاك ترجعي لحلقه من الحلقات اللي انا عملتها هنا في البرنامج ده، وجبت بنوته، فكريني يا فاطمه البنوته اسمها ايه؟ هي طلعت قالت ابويا وامي احتضنوني من ملجا، والبنت بتشتغل في شركه بترول، والبنت متعلمة تعليم عالي، وبتقول عماتي وخالاتي كلهم عارفين أنا دخلت في وسطهم، والأب توفى، ويعني ماشيين شرعي جدا ومعرفينها، والبنت طلع سوية جدا ومبسوطة وكده وعارفة، وبتروح تحكي في وسط أمنية المشد، أمنية المشد، وطلعت معايا في حلقة هنا، وبتروح تحكي وتجوزت وخلفت، تروح تحكي في الجامعة انا ابويا ده رباني وخدني من ملجا. البنت بتحكي بمنتهى القوه، عشان كده انا جبتها وقعدتها قدامي قلت لها احكي لي، بهرتني يا فضيله الشيخ، والراجل ده له فضل عليا وده ابويا، وبتحكي انه فضله عليها وامها وكذا، والبنت سويه جدا وعايشه يعني، لانها بتواجه المجتمع وبتقول لهم مفيش حاجه تعبني، انا متربيه واهلها بقى احتضنوها والعيله والخالات وكده، عايشه في وسطهم كانها منهم، بس هي عارفه انها مش من العيلة. الموضوع ده ممكن يبقى له تخريج تاني في تفهيم الولد اللي زي كده او البنت، تفهيم شرعي. ان ربنا حتى في القران قال واذ قال ابراهيم لابيه آزر. القران اذا يتحدث عن ابو ابراهيم فمش هيقول اسمه. لان ابوه كان اسمه طارخ، مش اسمه آزر، آزر ده عمه الذي رباه. فكان الشرع يعلمنا ان الذي يربيك له عليك فضل. وممكن تقول عليه ابويا. أيوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بنت اخت القوم منهم، بنت اخت القوم منهم. يعني فانت لما جت واحده دخيلة علينا فبقت مننا، اكلت اكلنا وشربت شربنا وكذا، لكن حافظناها على الجوانب الشرعيه بعدم الاختلاط فيما لا يجوز الاختلاط فيه. وحافظنا عليها بهذه التربيه وبهذا المعنى. في الحاله دي البنت تطلع سويه. وبعدين ده الشكر هنا يرجع للزوج والزوجة، الأب والأم اللي هم المستعارين، يرجع لهم الشكر بعد الله عز وجل إن هم قدروا يعملوا شخصية سوية. لأن الأبناء ساعات إحنا ولادنا إحنا بين أب وأم، وساعات بيطلع شخصيتهم غير سوية نتيجة كثير من الخلافات اللي تدور بين الناس. فتخيلي لما يكون صحيح. حد كده فده بيكون أنا أعرف شخصيات كتير عاملين فكرة الاحتضان دي، وناس قريبين مني وصديقات وعندهم ولاد وخدوا كده، بس بيعرفوا البنت وبيعرفوا دي اختك وان احنا مش هنفرق بينكم، بس بيعرفوا ان احنا يعني احنا محتضنينك وانت معانا، واعتقد ان الموضوع ناجح بنسبه كبيره.